كانت للسيدة فاطمة رضي الله عنها مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يناديها بأم أبيها لما كان فيها من الحب والحنان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. فكانت رضي الله عنها إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مجلسها. إن السيدة فاطمة رضي الله عنها هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب الأولى، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم السيدة فاطمة الرابعة، وهي أطول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم صحبة له وأحبهن إليه. وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة تزوجت السيدة فاطمة رضي الله عنها، وقد ذكر البخاري أن زواجها كان بعد غزوة بدر بقليل. فما قصة زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما؟ وماذا كان مهرها؟ وما حقيقة أن علي رضي الله عنه أراد الزواج بعد فاطمة بابنة أبي جهل؟ وماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تابعوا معنا لتعرفوا الإجابات على تلك الأسئلة. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. هيا لنبدأ. ذكرت كتب الحديث والسير والتراجم قصة زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما، وقد رواها ابن كثير في السيرة النبوية والبيهقي في الدلائل. عن علي رضي الله عنه قال: خطبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة خطبت من رسول الله؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك بها؟ فقلت: أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم. فقال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. قال: ما فعلت درع سلحتكها؟ قلت: والذي نفسي بيده إنها لحطمية. ما قيمتها؟ 4 دراهم. فقلت: عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها. فبعث إليها بها واستحلها بها. عندما جاءت ليلة البناء، وانظر عزيزي المسلم إلى كلمة البناء، فأنت في هذه الليلة تبني بيتا مسلما. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة فاطمة في حياء شديد. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: رأيت فاطمة تقطر عرقا. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل شيئا حتى أعود إليكما. وتوضأ النبي وجاء بماء وضوئه ونضح في وجهها ووجهه، ثم قال: يا علي، قم وضع يدك على جبينها وقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم صليا ركعتين. إن زواج علي من فاطمة رضي الله عنهما كان زواجا سهلا ميسرا مباركا، لزوجين لا تعرف الدنيا لقلبهما طريقا. أما أثاث بيتهما فكان قطيفة وقربة ووسادة من جلد حشوها ليف. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، أي قطيفة، وقربة ووسادة أدم، أي جلد حشوها إذخر، أي نبات رائحته طيبة، وأمرهم أن يجهزوها، فجعل لها سريرا مشرطا بالشرط ووسادة من جلد حشوها ليف. وعن قصة خطبة الإمام علي بن أبي طالب لابنة أبي جهل، وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعن المسور ابن مخرمة: إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإن ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما يؤذيها. وفي رواية: وإني لست أحرم حلالاً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال: فترك علي الخطبة. رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب من هذا الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعة أمور. الأول أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة، وإيذائها إيذاء لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها، وفي لفظ: فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. رواه البخاري ومسلم. قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالاتفاق، فهي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة. وأما الجمع بينهم الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا. وقال النووي أن هذا يؤدي إلى تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وفاطمة. الثاني خشية الفتنة على فاطمة في دينها، كما جاء في رواية البخاري: وإني أتخوف أن تفتن في دينها. وفي رواية مسلم: أن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. فإن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها، وهي سيدة نساء العالمين، خاصة وإنها فقدت أمها ثم أخواتها واحدة بعد واحدة، فلم تجد من يخفف عنها الأمر. الثالث استنكار أن تجمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال النووي: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان. الرابع تعظيما لحق فاطمة وبيانا لمكانتها ومنزلتها. قال ابن حبان: هذا الفعل لو فعله علي لكان ذلك جائزا، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل. قال الحافظ ابن حجر: السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي، لكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة، وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي من الزواج، وليس في القصة مستمسكا لمن يحاول التشبث بها لتحريم تعدد الزوجات. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. رواه البخاري ومسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. نتشرف بدعوتكم لزيارة قناتنا الثانية كنوز، وهي قناة دينية تجيبكم على أي سؤال ديني يخطر على عقولكم. ندعوكم مشاهدينا لدعمها والاشتراك فيها، الرابط تجدونه أسفل الفيديو وفي التعليق المثبت.